برعاية وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة سلسلة لقاءات شبابية مع بعض الرموز الوطنية والمسؤولين بالدولة بشأن قانون انتخابات مجلس الشيوخ. المزيد في هذا التقرير. يسعدنا أن احنا نبدأ هذا الملتقى الحواري الشبابي اللي في مجموعات ممثلة من القيادات الشبابية ومن شباب مصر، لكن هو جزء منقول طبعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الإعلام بمختلف مشتقاته وبوابة وزارة الشباب والرياضة اللي بلاتفورم والمنصة اللي فكرنا فيها لازم تكون موجودة ونكبرها عشان تكون وسائل عصرية للتواصل مع الشباب في قطاعي الوزارة سواء قطاع رياضي أو قطاع الشبابي. يعني إحنا بنتكلم على أشكال نظم الحكم. في حاجة اسمها السلطة التنفيذية، فيها رئيس دولة وحكومة ووزراء ومحافظين وتفاصيل تانية، سلطة قضائية والسلطة التشريعية، يعني الهيئة اللي منوط بيها مناقشة القوانين، مراقبة أداء الحكومة، سن التشريعات. وفي لحظة معينة سحب الثقة من وزير أو من الوزارة كلها. الحقيقة الجلسة طبعا تأتي ضمن مخطط هايل عملية وزارة الشباب والرياضة من أجل فتح قنوات تواصل مع الشباب المصري في أنحاء الجمهورية وحتى على مستوى المصريين بالخارج. مشاركتنا النهاردة حوالين مجلس الشيوخ المصري وكيفية المكتسب أو كيفية إدارة المكتسب الفترة القادمة أو كيفية مشاركة الشباب في لقاءات سياسية ولقاءات حوارية. احنا النهاردة تعرفنا على القوائم الانتخابية وتعرفنا لو أعضاء النواب اللي نازلين في مجلس الشورى مش مستوعبين كل المناطق، بس بقدر إن أنا أتواصل معاه وبقدر إن أنا أتحاور معاه لأنه هو مش نازل لمنطقة معينة زي مجلس النواب، هو نازل باسم المحافظة كلها. والله أهمية الجلسة هي توعية الشباب، توعية بالأحداث الجارية في مصر منها طبعا الانتخابات القادمة. عرفنا إيه هي الفرق بين انتخابات مجلس النواب والشورى، عرفنا إزاي كشباب ما هي الحاجات اللي نحطها في الاعتبار علشان نقدر ان احنا مثلا نتقدم او نتثقف في الموضوع ده بشكل كبير. كان ابرزها ابرز معلومة عرفتها ان السن القانوني لمجلس المحليات ان هو 21 سنة، السن القانوني لمجلس النواب 25، مجلس الشيوخ 35.